بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة عندي هنا، الفصل الخامس، النظام الاقتصادي الاشتراكي والمختلط. ظهر العديد من المشاكل نتيجة تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي. ده أدى لإيه؟ أدى لضرورة البحث عن أسس جديدة ممكن إن أنا أتبعها عشان أدير النشاط الاقتصادي. ده كان من خلال التحول من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي. قسمنا الفصل عندي هنا أول حاجة نشأة النظام الاشتراكي، 2 الأسس الرئيسية للاقتصاد الاشتراكي، 3 عيوب النظام الاشتراكي، 4 النظام المختلط وحل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط. أول نقطة عندي نشأة النظام الاشتراكي. بيقوم النظام الاشتراكي على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عشان يقدر يحقق ما عجز عنه قيام الأفراد بيه إن هم يقوموا بيه، وفي نفس الوقت يحد من الآثار الضارة اللي قد تنشأ من تزايد التراكم الرأسمالي وتركيز الثروة في إيد مجموعة قليلة من الأفراد. تهدف الحكومة من تدخلها إن هي تحقق الكفاية في الإنتاج. تاني عنصر، الأسس الرئيسية للنظام الاشتراكي. أول حاجة عايز أعرفها إيه هي الأسس الرئيسية للنظام الاشتراكي؟ تدخل الدولة. بيعتمد النظام الاشتراكي على ضرورة تدخل الدولة في التصرفات الاقتصادية للأفراد، وده من أجل تحقيق المصلحة العامة. فبتقوم الدولة بتقرير ما يقوم كل فرد باستهلاكه من السلع والخدمات. تاني حاجة في الأسس النظام الاشتراكي، الملكية العامة. بتتمثل الملكية العامة في إن النسبة الكبرى من عناصر الإنتاج بتكون مملوكة للدولة، وإلغاء الملكية الخاصة إلا في أضيق الحدود. العنصر الثالث في الأسس الرئيسية للنظام الاشتراكي، التخطيط المركزي. بيعتمد النظام الاشتراكي في مواجهة المشاكل الاقتصادية على جهاز التخطيط، وده باتباع التخطيط الإلزامي واللي بيتمثل في إنه بيحدد أهداف معينة وتحديد الأساليب اللازمة لتحقيقها بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة، مع إلزام جميع مؤسسات الدولة على تحقيق الأهداف دي من خلال أساليب محددة بالخطة عبر فترة زمنية معينة. رقم 4، المصلحة العامة، ودي من أهم المبادئ اللي بيسعى لتحقيقها النظام الاشتراكي، إنه يحقق المصلحة العامة للمجتمع. فالمصلحة العامة هي المحرك الرئيسي لتوظيف الموارد الاقتصادية. عيوب النظام الاشتراكي. في عيوب ظهرت للنظام الاشتراكي. رقم 1، إن لا تصل الحوافز المادية والمعنوية المقدمة في النظام الاشتراكي إلى درجة حافز الربح زي ما موجود في النظام الرأسمالي، وده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي لوجود نوع من التسيب واللامبالاة من جانب بعض المسؤولين والمشرفين على المشروع وإدارته. تاني عيب من عيوب النظام الاشتراكي، إن سلطة اتخاذ القرار في النظام الاشتراكي تتجمع في إيد مجموعة قليلة من المسؤولين والمخططين، لذلك فإن أي قرار خاطئ بتصدره السلطات دي بيكون ليها أثر سلبي على المجتمع ككل. رقم 3، بيتعرض النظام الاشتراكي لبعض من عيوب أهمها الروتين والبيروقراطية. رابع نقطة هنشتغل فيها، النظام المختلط وحل المشكلة الاقتصادية في هذا النظام. نظام مختلط بيعتمد على إيه؟ بيعتمد النظام ده على آلية الجمع بين بعض خصائص النظام الرأسمالي وخصائص النظام الاشتراكي. معنى كده إن النظام ده لا يلغي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بصورة كاملة، وفي نفس الوقت لا يهدف إلى تركيز الإنتاج كله بإيد القطاع الخاص. فممكن إن أنا ألاقي مشروعات مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الاستفادة من الخبرات الفنية والتخصص لدى القطاع الخاص، وإن أنا أستفيد من الموارد الكبيرة اللي لدى الدولة، وبكده أضمن إن أنا أحقق استخدام وتوزيع للموارد المتاحة بين الاستعمالات البديلة. فأنا عندي هنا النظام المختلط هو نظام بيجمع بين خصائص النظام الرأسمالي وخصائص النظام الاشتراكي، فبستفيد من القطاع الخاص ان انا استفيد من الخبرات الفنيه اللي دي، واستفيد من القطاع العام ان انا استفيد من الموارد الكبيره، وبكده اكون حققت استخدام امثل وتوزيع للموارد المتاحه الموجوده عندي. ازاي اقدر احل المشكله الاقتصاديه في النظام الاقتصادي المختلط؟ اول حاجه، هو بيتم تحديد الاحتياجات البشريه من السلع والخدمات وفقا لتفضيلات المستهلكين. يبقى اول عنصر، انا بحدد الاحتياجات بتاعت البشر من السلع والخدمات حسب ما المستهلكين بيفضل. تاني حاجه، تنظيم
الإنتاج، فبيكونوا أصحاب مشروعات خاصة بتحقيق مصالحهم من إزاي إن هم بيبحثوا عن أقصى أرباح ممكنة. ولكن مع تدخل الدولة لمنع إقامة المشروعات في مجالات معينة، وكمان بتراقب الأسعار والأجور والإنتاج عشان تكافح الاحتكار، بتقوم المشروعات العامة من أجل المصلحة العامة، فهي مش بديلة للمشروعات الخاصة لكن هي مكملة ليها وفي التوازي مع بعض لخدمة الاقتصاد القومي. تالت حاجة توزيع الإنتاج، وبيتم توزيع الإنتاج جزئيا من خلال جهاز التمن. رقم 4، حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي المختلط، تحقيق النمو الاقتصادي. بيتم تحقيق النمو من خلال نشاط المشروعات الخاصة والعامة في إطار خطة أو سياسة اقتصادية طويلة الأجل، بتتيح للدولة التأكد أن النشاط الكلي بيسير في اتجاه تحقيق أهداف زيادة الناتج مع المحافظة على استقرار الأسعار والعدالة في توزيع الدخول.